مع شديد الأسف يعني بالعراق الكل أطباء وممرضين، يعني كلها تمارس دور الطبيب والممرض، وهذه فد عرف أصبح، يعني يقترح على الطبيب إعطاء الدواء الفلاني والدواء اللي ليش ما تعطيه كذا، ليش ما تسوي له كذا، ليش ما تسوي له فلان تحليل، ليش ما تسوي له فلان، هذه يعني تدخل سافر بعمل الأطباء والممرضين وبشكل يومي. وانت تعرف ان الكثير من الكوادر الصحيه تعرضت للاعتداءات المتكرره، والكثير من المؤسسات الصحيه كسرت ابوابها وكسرت اجهزتها جراء مثلا وفاه او جراء غيرها. ويعني مع شديد الاسف انه ماكو قانون، يعني الان احنا نعيش يعني مع اقولها وبملء الفم نعيش في فوضى، واذا اردنا السيطره على الوباء على الدولة إعلان حالة الطوارئ. يعني مع الأسف أنه المفروض المريض يجي وحده، لأنه نخاف على المرافق، لأنه ممكن المرافق ينعدي من المريض المصاب، ولكن اللي نشاهده كل مريض يجون يا 5 إلى 4 مرافقين، وهذا بصراحة أول شيء إرباك على المؤسسة الصحية، ثاني شيء يعني راح ممكن يزيد الحالات العدوى. فما اعرف يعني شلون عادي المفروض اجراءات امنيه المؤسسه الصحيه بها فد قوه حمايه لازمه حتى تسيطر على وضعها. يعني ما معقوله المؤسسه الصحيه يعني كائنا من يكون ممكن ان يدخل بها ويسوي ما يشاء، يعني يحدث اي شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في موضوعنا مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. طبعا في ختام العيد، كل عام وأنتم بألف خير وكل العراقيين بألف خير، ونتمنى العيد القادم إن شاء الله أن يكون وضع العراق والعراقيين بشكل أفضل مما هو عليه الآن من سوء في كل المجالات. اليوم مشاهدينا الكرام سنتحدث عن فساد وسطوة الميليشيات والقوات الحكومية على نقاط التفتيش والمداخل والمخارج من وإلى المحافظات، وكيف تبتز هذه الميليشيات وكذلك القوات الحكومية المواطنين ناقلي البضائع المارة بشكل عام، إن كانوا مدنيين أو تجار أو سائقي شاحنات، تبتزهم عند السيطرات ومداخل المحافظات ومداخل المدن لأخذ الأموال منهم قدر المستطاع. طبعا هناك شكاوى جاءت وهناك مناشدات لتسليط الضوء على بعض القضايا في مدينة الموصل وفي مختلف المحافظات العراقية حول فساد نقاط التفتيش والسيطرات، وكيف تستخدم الميليشيات والأحزاب الفاسدة سطوتها وسلطتها في السيطرة على هذه السيطرات وابتزاز المواطنين قدر المستطاع. طبعا تقرير استقصائي خرجت به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحدثت فيه عن حجم الفساد الموجود في العراق، وقال التقرير أو ذكرت الصحيفة في تقريرها أن فصائل في العراق مدت أذرعها على أموال البلاد، انضم بعض قادتها أو زعمائها إلى صفوة أغنى الأشخاص في الدولة في العراق. طبعا سيطروا على مطاعم ونوادي ليلية ومزارع غنية على نهر دجلة، وكذلك بسبب وجود جباية للأموال في السيطرات من قبل هذه الميليشيات ومن قبل هذه الأحزاب، احتيال مصرفي وسرقة المال العام بشكل متعمد، وطبعا في غطاء قانوني كذلك يتم في كثير من الأحيان، وسرقة للرواتب الحكومية عبر ما يسمى بالفضائيين المنتشرين الآن في أغلب القطاعات الحكومية. السيطرات بشكل عام مشاهدينا الكرام تخضع لسيطرة ميليشيات أو قوات حكومية، وينفذ بها أبشع ما يمكن تخيله، إن كان من ناحية المضرة بالاقتصاد العراقي بشكل عام ورفع الأسعار داخل
العراق من ناحية المنتجات البضائع وغيرها، أو من ناحية الإهانة والإذلال للمواطن العراقي القادم أو الخارج من وإلى أي مدينة في العراق عبر تركه تحت أشعة الشمس الحارقة إن كان في الصيف أو تحت البرد القارص إن كان في الشتاء لفترات طويلة، إذا لم يدفع لن يعبر، وهناك الكثير من هذه الحالات التي رصدت. طبعا هناك ربط أيضا ببعض الأمور خاصة بحديث يحيى رسول، وهو العميد يحيى رسول الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، خرج قبل يوم أمس تحديدا على تويتر بفيديو نشر مقطع لجندي في الجيش الحكومي وهو يقوم بعملية ترقيع أو ما يسمى محليا بتخييط لقميص طفل عراقي يبيع الماء، القميص ممزق، يقوم هذا العنصر الأمني الحكومي التابع للجيش بعملية خياطة هذا القميص، وينشر يحيى رسول ويقول هذا جيشكم، هذا الجيش البطل، الجيش العراقي الوطني، جيش الإنسانية والرحمة وما إلى ذلك. نحن نتساءل، هل القوات الحكومية الموجودة في العراق هي فقط على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام تظهر هذه البطولات بالنسبة لها؟ أين القوات الحكومية من هذه السيطرات التي تبتز الناس والتي خارجة عن القانون ولا يستطيع أحد السيطرة عليها؟ أين الجيش من قيس الخزعلي وهادي العامري وواثق البطاط وأوس الخفاجي وأكرم الكعبي ومقتدى الصدر وغيرهم وغيرهم الكثير من زعماء وقادة الميليشيات الذين يحملون السلاح داخل هذه الدولة، بل تجاوزوا حتى بقوة سلاحهم ما تملكه الدولة، ويثيرون الذعر والرعب في نفوس العراقيين وأثاروا الإرهاب، ووصفتهم منظمات دولية بأن خطرهم تجاوز خطر داعش على العراق. أين هذا الجيش البطل كما وصفه يحيى رسول من هذه الميليشيات المنتشرة التي تنهب وتسرق وتبتز المواطنين في السيطرات وفي كل مكان في العراق؟ هذا الجيش نراه فقط في وسائل الإعلام، لكن ماذا عن الجيش الذي قمع الناس، قمع الثورة، قمع ثورة تشرين في الناصرية، في بغداد، في كربلاء، في النجف، في البصرة وغيرها من المحافظات العراقية؟ ألم تقم القوات الحكومية بهذا الجيش بعملية إبادة وعملية ارتكاب مجزرة في مدينة الناصرية بقيادة جميل الشمري؟ ألم يقم هذا الجيش بقواته الحكومية بإطلاق قنابل المسيلة للدموع باتجاه رؤوس وصدور المتظاهرين في المحافظات العراقية المنتفضة؟ ألم يكن هذا الجيش سامح للمخدرات بأن تدخل وتنتشر من نقاط التفتيش والسيطرات الحكومية دون رادع ودون أن يكون هناك ملاحقة ومحاسبة للخارجين عن القانون؟ هل هذا الجيش فقط هو لترقيع أخطاء وكوارث العراق بعد الاحتلال؟ هل هكذا هو الجيش العراقي؟ طيب، معنا السيد أبو أحمد من بغداد، تفضل يا أبو أحمد. أبو أحمد، نعم معك. تفضل، حياك الله. أبو أحمد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك عيني، شلون صحتك؟ أهلا وسهلا، كل الهلا، تفضل. حبيبي أنت على جهة مقتدى الصدر. شلون؟ أنت تقول على بعدين جيش مقتدى. أبو أحمد، أبو أحمد نص الصوت، نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون أرجوك. أبو أحمد حتى أسمعك بشكل واضح نص صوت التلفزيون رجاء. تفضل. أنت تقول أين جيش الإمام مقتدى الصدر؟ أنا ما قلت أين جيش، لا يعني حضرتك سامع غلط. أنت تقصد تقول أنهم الميليشيات. حضرتك سمعت غلط، أنا دا أقول وين هذا الجيش من هاي الميليشيات؟ الجيش اللي دا يطلعون بقيادات يتغنون ببطولاته، وين هاي البطولات من الميليشيات؟ وين هذه البطولات من نقاط التفتيش اللي تبتز الناس، تأخذ على الرأس أقل شيء على السيارة من 20,000 دينار وصعد إلى آلاف الدولارات؟ وين هذا الجيش؟
ليش عايف هاي الميليشيات تسرح وتمرح بالعراق؟ تفضل. الميليشيا التابعة مقتدى صدر. طيب. لأن مقتدى صدر ليس ميليشيا. بعد شنو مقتدى صدر؟ شنو مقتدى صدر؟ اي. حبيب الأمة مقتدى صدر، حبيب الشعب المصلح مقتدى صدر. طيب. أبو أحمد، المصلح مقتدى الصدر الناس اتهمته بالشارع بأنه هو قتل المتظاهرين عبر القبعات الزرق، وهو طلع على القنوات الفضائية يقول سويت لهم جرة إذن، يعني اعترف أنه هو قتل الشباب. جرة إذن لأن هسه أنت تسمعنا يا حبيبي، هسه أنت تسمعنا داخل مطعم التركي. أي؟ يعني دخل البيت أنت هواي شغلات مثلا القبعات الزرق هواي شغلات لقوا. ومنو قال لك ان هم القبعات الزرق ما حاطيها لهاي الشغلات ودا يتهمون بها الناس؟ لا 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 لا، لان اكو تصوير مباشر، يعني حتى الكاميرا يا اخي التصوير المباشر التصوير التركي. طيب حتى لا تجرنا الموضوع برا موضوعنا، التصوير المباشر اللي حضرتك دا تقول عليه، اكو تصوير اثبت انه هذه القبعات الزرق دخلوا لساحات الاعتصام شايلين الاسلحه المطاوي السكاكين السلاح واعتدوا على الناس. اسمعني حبيب اسمعني، الكل تريد تشوش على سمعه مقتدى صدر وعلى قبعات الزرق. صدقني يا ابو احمد، انا اللي اشوش على ولا اريد اشوش على اي احد. العراقيين بالشوارع، اذا حضرتك ما تسمع روح انزل الشارع واسالهم من هو مقتدى الصدر اللي ذبح العراقيين ب 2005. اسمعني يا اخي، شكرا. لا تبيع علينا وتريد تعبر علينا وعلى العراقيين شنو مقتدى الصدر. مقتدى الصدر باق بيتي بالسلاح، جيش المهدي طبوا على بيتنا ببغداد اخذوه بالسلاح، وش حد اللي يحكي؟ هذا مقتدى الصدر المصلح مقتدى الصدر اللي تقول عليه وتسميه مصلح، سرق منزلي ومنازل عراقيين كثر بجيش المهدي وقتل عراقيين. لست أنا من يقول هذا الكلام، انزل الشارع واسأل من هو مقتدى الصدر وكم عائلة يتم مقتدى الصدر. السيد أحمد من تكريت، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، الموضوع عن الميليشيات والمناقد اللي سيطر عليها الميليشيات. نعم. احنا وين نسمع يعني بالاخبار وعلى التواصل الاجتماعي. نعم. الحكومه تفرض ذهبت الدوله وتفرض المناخ. عمي ترى بس اعلام، مجرد اعلام، وغيرنا الفلان وحطينا القوه الفلانيه، ترى كل شيء ما بيديهم. والمواطن الله وكيلك ومحمد كفيلك ما يعبر، حتى اذا يجيب كيه مال مخضر الا ينطفلوش الله يعبر من السيطرات، لو يوزع كرتاه. نعم. يبدون به من المنفذ، هاي اهل التلالات السيارات الكبار، يعني بين سيارات تصل لل 20 واطه. نعم. يعني يقدر عليها، وبيها سيارات يعني بيها سيارات داخل المحافظات، داخل يعني حتى العلف هذا مال السمك ومال الدواجن مال الدجاج ياخذون عليه 3 ورقات و4 ورقات والمكاتب مالتهم شهر. سيد احمد، حضرتك من محافظه صلاح الدين. يقول أبو أحمد من بغداد، يقول مقتدى الصدر هو زعيم الأمة والقائد. طيب سرايا السلام ايش تسوي عندكم بصلاح الدين؟ احكي لنا، نريد نسمع منك ونسمع أبو أحمد وغيره. والله أستاذ العزيز، السرايا والجندي الإمام وبقي يعني الفصائل كثيرة، هي أنا كل من يعني حاط له سيطرة وحاجة، وكل من تمر عليه سيارة ياخذ عليها فلوس الله يعبرها. نعم. حتى المحاصيل مال الزراعة، الحنطة، العلف. نعم. الترالات مال السمنيت تجي من السليمانية ومن كركوك، الله وكيلك إذا ما فلوس ما تعبر. نعم. هاي كلها إعلام وسوالف، وبزعنا من هذا الكذب والمجاملة أستاذ العزيز يرحم. نعم. والديك. نعم. خلينا صريحين والواحد يحكي اللي عنده. نعم. ليش برايك ذولا اللي يدافعون عن الميليشيات، عن زعماء الميليشيات، ليش يدافعون هذا الدفاع المستميت والناس كلها تعرف ان هم مجموعه من اللصوص، من الخارجين عن القانون، مصنفين ارهابيين، يحملون سلاح ويقتلون الناس، يعني مجرمين؟ ليش هذول الناس البعض يدافع عنهم؟ استاذ العزيز يرحم والديك، يعني هاي قناه وتصوير مباشر. نعم. يعني هاي المظاهرات هسه من جاي يضربوها بالدخانيه، يعني يضربها براسه، وذاك التصوير مباشر. نعم. يصور بالقناه ما تجي يضربوه
بالسعوديه ويقتلون راسه، يصوروا بالقناه الفلانيه يقول يقتلون الاعلاميين يقتلون، يعني انتم قاعد تشوفون شوف عيونكم، هي مو مال واحد والله يكذب ومال مدشين، نعم هاي قاعد تشوفها شوف عيوننا، نعم لان مظاهرات يرحم والديك هي خما مشتلتهم، نعم ايه يعني قاعد تشوفها تصوير مباشر للحكومه مشتركه هي والميليشيات ويقتلون بالعالم، يطلع مظاهره يحكي احنا ما نقدر نطلع مظاهرات، احنا هاي المحافظه اللي جابوا لها داعش ما نقدر نطلع، ما يعني اي مظاهره ما نقدر نطلع ولا نقدر، من تحكي يقول لك انت لو بعت في له داعش. نعم انا اشكرك يا سيد احمد، سيد احمد من تكريت اشكرك، اكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا للمشاركه. ابو عبد الرحمن من الفلوجه، تفضل يا ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن فقدنا الاتصال. طيب هناك رسالة وردت ونود أن نقرأها لحضراتكم من أحد شهود العيان على ما يحدث في مدينة الموصل من ابتزاز للمواطنين. يقول بعد التحية والسلام، في الموصل تعطيل متعمد للجسور من خلال مشاهدات بعضها فقط أضرار في أحد الفضاءات والدعامات سليمة، يقدر الضرر 10% من أضرار الأنبار، ولم يقوموا بعمل أي شيء، توجد توصيلات حديدية وتم حصر عبور الشاحنات بجسر حديدي سمي بجسر النصر قرب فندق الأوبري أوبروي، ومسيطر عليه من قبل أفراد من الحشد، ويفرضون أتاوات على كل شاحنة من 50,000 دينار فصاعد حسب نوع البضاعة إلى 200,000 بعد التعطيل وعمل ازدحام متعمد. ويقول إذا توسل أحد أو تكلم هذا الشخص، يعني اللي توسل أو اللي تكلم هو عائد إلى المحافظ أو لقائد العمليات، يقول الله يتشرم من طاريهم على أساس يضاعف عليه المبلغ، يعني حتى اللي جاي من طرف المحافظ ومن طرف قائد العمليات ما يأكل ولا يشرب عند هاي الميليشيات، يضاعف عليه المبلغ أو يمنع من العبور، والذي لا تبعد مقراتهم ومقر رئيس لجنة النزاهة ثابت العباسي سوى مئات الأمتار، وبما أن الناس الناس يعني يقول منزعجة جدا بما معناها متضايقة جدا، اقترح تغطية الموضوع. طيب يقول أوتاوات غرب نينوى عوينات ربيعة بمعاونة منتسبي عمليات غرب نينوى، الابتزاز الحاصل وهذا الكلام أنه هناك أضرار في بعض الجسور يمكن أن تصلح والأضرار بسيطة، لكن هناك تعمد باستمرار إغلاقها لكي يكون هناك معبر واحد، طريق واحد لعبور المواطنين، وهذا الطريق تكون عليه هناك سيطرة للميليشيات، يسيطر عليها الحشد ويقوم بعملية ابتزاز للمواطنين، لكل من يعبر من 50,000 إلى 200,000 حسب نوع البضاعة، وطبعا حتى لو أنت جايب واسطة ربما يضاعف عليك المبلغ، وهاي الواسطة لا تحل ولا تربط عند هاي الميليشيات. السيد سعد من الكويت تفضل. يا هلا بيك، كل عام وانت بخير يا استاذ محمد. وانت بألف خير ان شاء الله. استاذ محمد، الابتزاز هذا لا يجوز، غير لائق غير مقبول للاعراف الانسانيه والاسلاميه يا استاذ. كذلك الغاز المصير للدموع هذا محرم دوليا ومحليا. وعلى السكان والصدر ان يمنعوا هؤلاء، يعني الذين يرشون الاوادم بالغاز المصير للدموع يا استاذ. وكذلك ايضا يا استاذ مخالف للاعراف والانظمه الدوليه، وهذا لا يجوز. واخر الكلام، سعيكم مشكور في جنات نعيم والليالي مقبلات مكفيات، تحياتي لكل شكرا لك يا سعد، شكرا جزيلا. شكرا. ابو وسام من كربلاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم الجميع، قادركم الطيب. الله يسلمك، حياك الله. وهذه القناه اللي هي الوحيده تشكي هموم معاناه العراقيين. نتشرف، واجبنا. اخي العزيز، صار لنا 17 سنة تقريبا من سقط النظام لهاليوم هذا. نعم. ما شفيت ولا راح اشوف هاي احزابك كلها، احزابك اللي بالعراق. الداعي للمواطن هذا الفقير، للمواطن هذا اللي طاح حظه، للمواطن هذا اللي ايش صار به؟ ليش وكل من يزيح النار على قوته؟ نعم. ما سمعنا صوت يوم قالوا هيت وهيت وهيت. فجاك واحد يقول لك والله هذا شنو؟ العراق ما دام تحكمه هاي الاحزاب، صدق بالله صدق بالله ما يصلوا لا تلف راس الخير، ندعي من الله يسوي لنا شارع وهاي الاحزاب ويخلصنا منها. وتحياتي لكم. شكرا جزيلا يا ابو وسام من كربلاء. ابو علي من الموصل تفضل، حياك الله. حبيبي
استاذ. اهلا وسهلا. استاذ انا عندي مقول من باب الدكتور احنا عم حطه مال جهاد بغداد. شلون يا ابو علي؟ عندي اخوي من جهاد بغداد من حطه مال مدى افهمك يا ابو علي، غير مكانك اذا تقدر. استاذ انا عندي مفقود اخويا. نعم نعم. من 2003. من 2003؟ الو. من 2003 2003 2014. 2003 نعم. نعم استاذ، استاذ مفقود كانوا بال الشرطه الاتحاديه وبالسريع وقوته بالارقام ولحد الان صار له ما تعرف عنه كل شيء. نعم نعم. اي استاذ على الله، والله اريد من الله ومنك. ان شاء الله صوتك يوصل يا ابو علي، وان شاء الله يفك اسر كل مظلوم ومعتقل بريء في سجون ومعتقلات الحكومه. أيوة. وميليشياتها. انا اشكرك يا ابو علي. السيد ابو ابراهيم من ديالى، تفضل يا ابو ابراهيم. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ نزعم عليك، احنا عندنا كلام عنه طمع. ابو ابراهيم صوتك دا يقطع، غير مكانك اذا سمحت. بالنسبه لك احنا عندنا خيارات. مدى افهمك يا ابو ابراهيم، ارجوك يعني حاول شوي تغير مكانك في مكان بشبكه افضل اذا امكن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي يعني عندنا خيارات كلر. طيب احنا من ديالة. نعم. والسفارات ما حكيت. السيطرات ايش قد تريد منك؟ 100,000، كل سيارة 100,000. كل سيارة 100,000؟ ليش ايش تنقل أنت؟ أنقل أنقل مواد غذائية، بواكم. نعم، هاي يا سيطرة أبو إبراهيم؟ سيطرة الخباشي والمياه. نعم، وهاي السيطرة منو اللي مسيطر عليها؟ حكومة لو ميليشيات؟ ميليشيات. ميليشيات. تقدر تقول لنا يا ميليشيا إذا تعرف لو ما تعرف؟ ما حد يعرف، بس يقول الحج هو علي مهدي. يا ميليشيا؟ هم علي مهدي. نعم نعم. عفوا المحافظ يقولون. يعني يقولون يفلس محافظ. نعم. هو من رحم الله والديك. والديك يا ابو ابراهيم الله يكون بعونكم الله يعينكم على ما ابتلاكم. ابو ابراهيم من ديالى انا اشكرك. ابو عامر من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد حياك الله. أهلا وسهلا، الله يسلمك. حياك لك وإلى مشاهديكم وإلى قناة الرافدين إن شاء الله. الله يبارك فيك، حياك. أنا عندي حقيقة عدة نقاط، نبدي شوية من الحكاية الكبيرة. نعم. أبو عامر. من تريد تغسلها، الله يبارك فيك. تفضل. تغسلها من راسها مو من ذيلها. تفضل. مو تمام؟ نعم. فاحنا الراس يعني ندور عليه ونلقاه، افضل من ما نروح يلزيل ونتعب ونضرب بالذيول ويبقى راس الحي. نعم. روس الحي مبينه بالعراق، من الذي سقط الموصل؟ من سبايكر؟ بل من الذي سقط العراق؟ كل هذا الظلم، المعتقدين، الكذا، يعني هوايه امور. اي اغنى دوله بالعالم تصبح اكثر دوله بالعالم. هذه الشغله احنا من تيمة. فواحد المفروض انه السيد الكاظمي أن يبلش من الرؤوس يعني. إذا هو كان فعلا يريد يتحدى وينجح. نعم. في عمله يعني. طيب أبو عامر سؤال. أنت تقول. نعم. حضرتك أنه على المصطفى الكاظمي أن يبدأ من الرؤوس، ألا يعتبر مصطفى الكاظمي. نعم. هو رأس من الرؤوس؟ مو هي هاي الشغلة، يعني هو كان رئيس مخابرات عامة. نعم. من كل شيء يعرف، لأنه. نعم. هو فجهة حساسة من ناحية أمنية. فكل شيء يعرفه. نعم. يعني إذا كان رئيس جهاز المخابرات في وقته وما قدر. نعم. يحل المشاكل. نعم. وما قدر يساهم بدوره كجهاز مخابراتي في السيطرة على الأحزاب، في محاسبة ملاحقة، في عملية إجراء أي عملية أمنية للقضاء على الفساد الموجود، شلون حيقدر هسه وإن كانت صلاحياته. نعم. أكثر، لكن هو أول ما بدأ حط إيده بيد الميليشيات، هذا شلون يمكن أن. نعم. يعتمد عليه؟ هو بالحقيقه حتى اللي ناس. نعم. حتى اللي ناس اللي خلوه لهالمقام هذا وخلوه رئيس وزراء هم ناس مشكوك بيهم، هم اللي مشكوك.
نعم. طيب اذا نرجع اذا نرجع الكلام حضرتك اللي هو كان بالبدايه، لازم نبدا من الراس. شلون يمكن شلون يصير واحد يعتمد على مصطفى الكاظمي وهو جاي عن طريق توافقات الاحزاب، يعني طالع من نفس العمليه السياسيه الفاسده. بالضبط. طيب وشلون صار رئيس مخابرات يعني؟ نعم، هو يعني بالنهايه هو واحد صحفي جاب على المخابرات، يعني هي الكارثه اللي بالعراق. الكارثه اللي بالعراق اللي هي العراق الان تحت حكم اللصوص، لانه دا يدار بهذه الطريقه، صفقات شراء مناصب وبيع وشراء، لا خبره لا كفاءه لا اي شيء، ويجيبوه يحطوه بالمنصب. هاي مشكله، هي نفس الناس نفس هاي. الان عندي فد اشياء. نعم اتكلم اني؟ اي تفضل. اي اشكرك جزاك الله. هسه الان شويه نروح على امور شويه فرعيه. المتقاعدين احنا ورا 6 شهور يلا اعطونا فلوسنا. نعم. طبعا احنا صندوق التقاعد العام المفروض هاي من اللواتي فيها من بدايه خدمتنا ياخذوها في صندوق التقاعد، يعني هاي موجوده ما حد يمسها. هذا الشيء متعارف عليه. المهم ورا 6 شهور يلا اعطونا الراتب. استقطعوا مع العسكريه كنا اعتبروا الخدمه بس ما استقطعوا التقاعد، يعني من اعتبروا العسكريه خدمه عسكريه. طبعا قللوا من الخدمه اللي مواجهه ايران، لانه هاي ايران عزيزه علينا ما واحد يحاربها. ما يحسبوها خدمه عسكريه هاي. قللوا من شانها بهالزمان مالك يا زكريا. نعم. فهاي ايران جاره عزيزه علينا لازم احنا ما نحاربها. تصور انت مثلا 3 ملايين طلع علينا ربع الراتب بده يستقطعوه. نعم. أنا أبو عامر يعني أنا وصلت الفكرة. أنا أشكرك. نعم أشكرك شكرا جزيلا من بغداد. أبو سعد من كربلاء تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت بألف خير إن شاء الله. أخي إحنا ما عندنا حكومة. العراق كله خلي يسمع من البصرة لحد ما نوصل للدهوك، إحنا عندنا ميليشيات وعصابات. مو حكومة، عصابة يا هل عدة وراثة 500 واحد صار قائد وصار. أما دول القادة المتدينين وغالب السيسين لو يستحون من الله ما يستح من بني آدم. لو يستحون من الله مو نسوان تستعطب الشوارع. نعم. مو نساء تدور على كيل طماطم بربع دينار. نعم. ليش يستحوا من الله؟ كل من طلع وقال والله أنا قائد وقائد، وتجي من برا يبوسون التاير ويبوسون الشامل ويستعفون من عنده ونسوا ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. الله احق بالتملق، الله احق. انا شيعي، هؤلاء ذولا ما يمثلون الشيعه اللي يدعون بانهم شيعه. اغلبيه السنه يقولون ما حد يمثلنا من اهل السنه بالعمليه السياسيه، ليش؟ لان ما قدموا شيء حبيبي. نعم. هاي قصر صار 17 سنه اتحداهم، سووا كهرباء. سووا. نعم. سووا بطاقة تموينية عدلوها. يا أبو سعد، حضرتك يعني أريد أسأل حضرتك سؤال. يقول أبو أحمد من بغداد ضاج، لأنه إحنا قلنا أنه مقتدى الصدر زعيم ميليشيا ضايق، يبدو هذا الكلام ما عجبه. طيب ليش يمجدون ويعظمون بهاي الشخصيات وهاي الشخصيات لا جابت لهم كهرباء؟ يعني مقتدى الصدر عنده 54 نائب برلماني وأكثر من 6 وزراء، لا جاب كهرباء، لا بلط شارع، لا أنقذ مدينة الصدر على الأقل اللي هي المدينة اللي هي تسمت على اسمه واسم أبوه واسم عائلته، وهي المدينة كاتلها الفقر والجوع. على شنو دي يعظمون ويمجدون بهاي الشخصيات وهاي الشخصيات ما تشتريهم بفلس مع احترامنا؟ مع الأسف يعني احنا هذا الشيء يعني أثر بأنفسنا. يعني أنا من خدام السيد الصدر رحمة الله على روحه، وعلى الشهيد الصدر رحمة الله على روحه بزمانه. الإنسان بسيط وفقير، وكان يريد حتى الغجر يجيبهم الى طريق الاسلام. يعني كان يجيب لهم لا تذلون نفسكم الا لله سبحانه وتعالى. اما سيد مقتدى انا يعني حسب رايي ما قدم شيء للناس. يعني هو سيد الصدر مقتدى الصدر لو باقوا ويا الشعب افضل مما باقوا ويا بهاء الاعرجي ويا حاكم الزاملي. هؤلاء يسرقون باسم السيد الصدر رحمه الله على روحه الطاهره. طيب. هذول ما يمثلون السيد الصدر رحمه الله على روحه. ثانيا شنو قدموا للناس؟ يعني دعنا هسه حكومه، احنا خلينا نحكي بالطائفيه، خلينا نحكي بالطائفيه. هم هؤلاء الذين يدعون بانهم شيعه، تفضل كم قائد عندهم؟ اتحداهم هسه تعال محافظه كربلاء
وشوف الناس تستعطي بالشوارع. نعم. ها؟ نعم. شوف الناس والله بالشوارع حتى تكره، حتى استغفر الله رب العالمين، حتى تكره الإسلام اللي هم يدعون بأنهم أنهم مسلمين. جد أكل ما عدا الناس، أكل قوت، قوت عيالها. هذا الله سبحانه وتعالى كفل البني آدم قوت عياله. نعم. ناس قوت عيالها ما عدها. نعم. نعم. يعني أنت تعيش ويا الدولة، تعيش ويا الدولة ها، تعيش حياة كريمة، تشتغل شرطي بالاستخبارات بالأمن عند الدولة، تشتغل تعيش كريم، ولكن ما تشتغل عند الدولة قطعك الجوع تموت، لكن ما تحصل ويا الناس هاي جدي. نعم. أنا ما أقول شيء، بس شيء واحد أقوله، اتق الله سبحانه وتعالى بالفطرة. نعم. يعني أشكرك. هؤلاء ما ينفعوك يوم القيامة، ما ينفعوك يوم القيامة في شيء. يقول من أصغى إلى ناطق فقد عبد، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق يعبد يتحدث عن الشيطان فإنه قد عبد الشيطان. أنا أشكرك يا أبو سعد من كربلاء، شكرا جزيلا للمشاركة. مشاهدينا نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم. طبعا اليوم الموضوع عن فساد السيطرات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في كافة المحافظات العراقية، عمليات ابتزاز للمواطنين، لناقلي الشاحنات، لناقلي سائقي الشاحنات ولناقلي البضائع. الميليشيات تسيطر على جزء كبير من هذه السيطرات، وهناك جزء أيضا يذهب إلى القوات الحكومية، وعمليات ابتزاز علني في وضح النهار للمواطن. تدفع فلوس تعبر، ما تدفع فلوس تظل واقف أنت وبضاعتك، تفسد هذه البضاعة وحضرتك يكتلك الحر والبرد، لا يهم، تدفع تعبر. ونقول أنه بما أنه العراق تحت حكم اللصوص، إذن هذا أمر طبيعي ومنطقي أن نشاهد هذه الحالات يوميا وفي كل مكان في المحافظات العراقية، على مداخل المناطق والمدن وداخل المدن، وحتى على المداخل الرئيسية والطرق الرئيسية للمحافظات. الموضوع لا يوجد قانون يحاسب، لا يوجد قانون يردع، ولا يوجد مسؤول، أو خلينا نقول رئيس حكومة على سبيل المثال من الحكومات المتعاقبة، استطاع أن يوقف هذه الميليشيات. بالعكس هذه الميليشيات تغذت بالحكومات المتعاقبة، استطاعت أن تقوي نفسها، استطاعت أن تسيطر أكثر، وأصبحت هذه السيطرات الحكومية تباع، أو السيطرات الأمنية تباع وتشترى بين الجهات للنفع المادي العائد منها على جيوب الفاسدين، المسؤولين الفاسدين، إن كانوا من الحكومة أو من الميليشيات. السيد أبو محمد من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتحيات كل الإحقاقيين لهذه القناة الكريمة، قناة الرافدين اللي توثق كل شيء. حياك الله. يا أخي بس أقول لك بس جمل. تفضل. نبحث من العراقيين. شلون؟ ثق واعتقد بالله.
اي قانون كان في العراق حتى ما يقع الا من ايران. نعم. اي حركه. نعم ابو محمد. يا اخي مخدراتنا كلها في ايران. نعم. لا تستفي اي شيء من هذه الحكومات الا بامر من ايران تامرها اهل. نعم. فهذا اللي عندي اقول. نعم يا ابو محمد. انا اشكرك من الموصل. ماهر من كركوك تفضل يا ماهر. السلام عليكم استاذي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. يلا احنا على مود شغلة الكهرباء، يعني عندنا الكهرباء يعني نعاني منها يعني اشد المعاناة يعني والله، وبهذا الحارة اللي تشوف درجة الحرارة 45 عندنا الكهرباء فشل. نعم نعم الله يكون بعونكم. الحكومة تقول صرفنا 62 مليار دولار على الكهرباء، وينها؟ يعني 62 مليار دولار احنا وكهرباء ماكو، شنو يعني انا محصلين ويا. نعم. يعني اذا احنا فعلا تحت حكم اللصوص مو يا ماهر؟ والله احنا هي كلها مشتركه بعض الشيء، يعني عندنا هنا الفلاليح بالنسبه للفلاليح، وعندنا بعد ما كهرباء يعني هاي الكهرباء يعني منتهي يعني ما كهرباء. نعم نعم. نعم يا ماهر. اي أيوة والله، فاحنا ردنا حاليا الكهرباء. نعم. ماهر انا بس اريد اسال حضرتك ايضا سؤال، رايك باللي دا يصير من ناحيه الابتزاز الميليشيات والحكومه للمواطنين بالنقاط نقاط التفتيش والسيطرات الحكوميه او السيطرات الامنيه بشكل عام؟ شلون دا تشوف هذا الابتزاز المستمر؟ انا خبرتك بمساله الكهرباء، يعني انا ما يخصني هذا الشيء، يعني انا يخصنا على مود الكهرباء. انت ماهر شلون ما يخصك؟ انت مواطن عراقي عايش بهذا البلد، تريد بس كهرباء يعني؟ ما تريد وضع بلدك يكون احسن بالامن بالخدمات؟ نعم. ماهر انا اشكرك يا ماهر، اشكرك، الله يكون بعونكم. طبعا انا يعني بالنهايه الله يكون بعون العراقيين على المأساة اللي هم بيها. درجة الحرارة تجاوزت 52 درجة وكهرباء ماكو، يعني الله يكون بعون الناس. لكن يعني رسالة للسيد ماهر وإلى كل من يفكر ضمن أطر ضيقة، يعني العراق مو بس كهرباء، حياتك مو بس كهرباء، حياتك كهرباء ومي وخدمات وأمان، حياتك انعدام للفساد، قضاء نزيه، حكم عادل، هاي حياتك، حياتك مو بس كهرباء. شنو الفائدة أنت عندك كهرباء وتجيك الميليشيا تاخذك تخفيك عن عائلتك سنين؟ شنو الفائده؟ شو استفاديت هسه انت حضرتك من الكهرباء؟ خلي الاطر شويه تبعد تكبر. العراق ازماته مو ازمات خدمات فقط، العراق الازمه الحقيقيه اللي فيه انه يعيش تحت حكم لصوص، وهؤلاء اللصوص يجب ان يزاحوا، يجب ان يرحلوا بغض النظر عن تسمياتهم او اوصافهم. لن تحل الازمات في العراق طالما بقي نفس النظام. هذا كلام العراقيين في الشارع، الموضوع ما يحتاج عبقرية في وصفة يعني. طيب السيدة أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا وسهلا. كل عام أنت بخير لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وكل العراق. وأنت بألف خير إن شاء الله. أستاذ حضرتك تتكلم عن الرشوات وبالنسبة إلى السيطرات. نعم. استاذ هي الشغله ترى هي يعني اقدر اعتبرها هاي الشغلات صغيره بالنسبه للشغلات الكبيره اللي تحدث في العراق من 2003 ولحد الان. نعم. استاذ عندنا يعني جماعه رجال الدين اللي انهزموا، محمد رضا السيستاني والكربلائي والصافي الى بريطانيا، ترى مو يعني انهزموا اعتباطا حتى يتخلصون، لا، انه الى الان هم يقومون عن طريق السفارات الامريكيه والبريطانيه والايرانيه من بريطانيا يتحكمون بموارد العراق. نعم. يعني هاي كل موارد العراق احنا بتروح من عندنا لهذول الناس، يعني هذول الطومه الفاسده. نعم. استاذ يعني مثلا حصه محمد رضا ثلث يعني ما يحدث بالبرلمان اللي عنده 30 مقعد واللي هو انطى رئاسه الحزب المستقلين الى الشارع الثاني. نعم.
هذا شقد اخذوا يعني اموال من النفط، خاصه النفط الجانب الشرقي من العراق عن الحدود الايرانيه، من عند بريطانيا وضع الكاكات والعدادات، العفو والعدادات على توزيع النفط. الاستاذ يمنع من انظار عمل اي تحصيل او عمل على تاهيل الناقلات النفط، وانما تصدر عن طريق المرافق النفطيه، وهو محمد رضا يقوم بعمليه وضع الله حفظه جديد على كل برميل، يعني تقدر سنويا بمليار و500,000 دولار. نعم. زين هاي كلها مو يعني كلها نهب لاموال العراقيين. نعم. استاذ احنا يعني ترى الشغله مالتنا هي ليس وصف للمعاناه الشعب العراقي، وانما احنا نريد نضع خطه للتخلص من هاي الصدمه الفاسده. نعم. اللي اضاعت العراق، اضاعت الشعب العراقي، اللي السفارات الاجنبيه تتحطم بينا، ترى السيد الكاظمي ما عنده اي يد في عمليه التغيير، ولا انه هاي البارحه قصه هذا الطفل اللي طلع هي مو قصه طفل، وانما قصه كرامه عراقي. نعم. انتم يا عراقيين نسيتوا المعتقلات العربيات الشريفات اللي اعتقلوا في سجون العراق، نسيتوا سجون ابو غريب الاحتلال اللي قاموا يقومون بعمليه اغتصاب الشباب والرجال، يعني وين وصلنا الى هاي المرحله؟ احنا بدنا نقيس البارحه شخص واحد، طفل واحد تعدوا عليه، فكيف للشريفات وكيف للسجناء المعتقلين اللي قاعدين بالاعتقالات؟ طيب. ياخذون فلوسهم استاذ ويقومون بعمليه ابتزاز بالمواطنين، ليش هي بس سيطرات استاذ؟ هي بس هي سجون. نعم. هي 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 ملف شائك وملف كبير، لكن حلقتنا لهذا اليوم عن السيطرات. انا اشكرك يوم عبد الله من بغداد. السيد ابو زكريا من كركوك تفضل. الله يسلمك حياك محمد جعفر قناتكم، جعفر قناتكم الله يسلمك. والله العظيم انا تعبت في الليله، يعني حملت سمنت من الثمانيه. نعم. تجي على سيطره كركوك قبلها 10,000، ياخذون 10,000 مال وزن، يطلبوا سيطره ياخذون 25، هذا 25 جنيه. يطلبوا بتاتا ياخذون 10,025. نعم. يعني هو احنا حملنا يعني اطفالنا 400,000، 350,000 احنا بس سيطرات ياخذون من عندنا. نعم. يعني 50,000 دينار كليله تهريج واصل البغداد من الثمانيه البغداد 50,000 يعني شنطه السائق، شنطه يمين. نعم. شنطه الجهاز. نعم. الله يكون بعونك يا ابو زكريا. والله العظيم. نعم. والله العظيم ابني محمد، يعني 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 توصل سيطرة بغداد من تطلع من كركوك 10,000، تطلع داقوق 10,000، تطلع للعظيم 10,000، قبل بغداد 10,000، يعني يعني. نعم. والله ما ادري غير حمل واحد احنا حملنا وناخذ الاوكي مال حملنا من اول وزن، لا كل ما يعترفون بها، كل ما يعترفون بها. نعم. كل من الجهات، واذا حكيت والله العظيم يقصون لساننا ويحرقون سيارات. انا اشكرك يا ابو زكريا. ابو زكريا من كركوك اشكرك، الوقت انتهى، وضحت الفكره. وطبعا باختصار ونربطه مع كلام السيد ام عبد الله، الموضوع اللي صار قبل يومين للحدث العراقي، الشاب اللي تم الاعتداء عليه من قبل قوات ما يسمى بحفظ القانون، وهذه الإهانة كانت إهانة ليست فقط لهذا الشاب، هي إهانة لكل العراقيين، لكرامة العراقيين. بالربط بموضوع كرامة العراقيين، العميد يحيى رسول وهو الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق يقول: جيشكم سيكون درعا حصينا للدفاع عن الوطن وكرامة المواطن العراقي. أين كرامة المواطن العراقي مشاهدينا الكرام من نشوف هذا الطفل، هذا الشاب المتظاهر الحدث حامد سعيد عبد، وطبعا يعتدى عليه ويهان بهذه الطريقة، والجميع شاهد وسمع الألفاظ النابية التي استخدمت
من قوات حفظ القانون بالتعامل مع الناس؟ أين الدرع الحصين اللي هو الجيش اللي يسمى بالجيش الحكومي الآن، الجيش العراقي يسموه الجيش البطل؟ أين هذا من هذه النماذج؟ أين هذا الجيش من نقاط التفتيش ونقاط السيطرة الوهمية وغير الوهمية والرسمية؟ الموضوع على ابتزاز الناس، ابتزاز المواطنين وسرقة أموالهم. أبو زكريا وغير نماذج يعتدى عليهم وعلى أموالهم وعلى رواتبهم التقاعدية وعلى كل ما يملكون يوميا أثناء الدخول والخروج منه وإلى أي مكان. يكفي ضحك على الذقون ويكفي ضحك على العراقيين، يعني خلص الشعب مل من هذه الشعارات الفارغة. الجيش الحكومي دمج مجموعة من الميليشيات أسسه الاحتلال وفق أسس طائفية بامتياز وبعيدا كل البعد عن العقائد العسكرية، العقيدة العسكرية والانتماء الوطني لهذا الوطن، والدليل هذا اللي نشوفه هسه. قبل الختام، طبعا الرسائل الواردة أنا راجعتها ليست رسائل موجهة للقراءة، هي مقاطع وفيديوهات وكذا، لكن ما عدا حيدر من البصرة حقيقة نقرأ رسالته، يقول الحل هو قلب نظام الحكم لنظام جمهوري رئاسي وإصدار قوانين تمنع تواجد الميليشيات في العراق. قبل الختام مشاهدينا الكرام، ننوه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 1727 أفقي على مدار القمر نايل سات. نكرر التردد مرة أخرى، 1727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.